السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الحنان بحكي معكم كالعادة من القدس. يا جماعة، إحنا قربنا في صفحة اليوتيوب إلى 50,000 مسجل، يعني أو متابع، يعني ظل 30 واحد لنوصل 50,000. فرجاء اعملوا سبسكرايب، مشاركة في صفحة اليوتيوب أهل الكتاب. هذا أول شيء. ثاني شيء، اليوم وصلنا، احنا مكملين مع قراءة سفر التكوين في الكنيس، وغدا راح نقرأ عن وفاة سارة زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام. فالجزء اللي بنقرأ بكرة اسمه خيي سارة بالعبري، أو حياة سارة بالعربي. فهو بيبدأ من وفاة سارة، يعني أحياناً هناك يعني لسان مختلف، لسان يعني عكسي يعبر عن شغلات قاسية أو صعبة مثل الوفاة. فنحن نتكلم عن حياة سارة، لأنه التوراة بتبدأ بتذكير عمر سارة لما توفت. فعادة في سفر التكوين هناك سلالات أو أسماء أولاد وأحفاد وأعمارهم، هذا شيء كتير شائع في سفر التكوين. فالجزء الأول في قراءة بكرة بيبدأ بشراء الحرم الإبراهيمي أو القبر في مدينة الخليل من عفرون، هذا اسم الإنسان الكنعاني من بني حيت، هذا شعب كنعاني كان موجود. وإبراهيم هيك مكتوب في التوراة اشترى هذه الأرض أو هذا القبر، هذه المنطقة، من الكنعانيين ليدفن فيها زوجته سارة. ثم بعد ذلك هو دفن فيها سيدنا إبراهيم. فهذا اسم المكان، الحرم الإبراهيمي. الجزء الثاني من القراءة وهو الأطول يتطرق إلى زواج ابنه إسحاق. فإبراهيم كان له خادم أو عبد كان اسمه إليعزر، وهو بعثه إلى أرضه أو بلاده الأصلية حران، وطلب منه إنه يدور على زوجة لابنه إسحاق. وأخيرا التقى مع غبكة، هي بنت عمه لإسحاق. فمن حسن أخلاقها لما شافها كيف سقط الجمل اختارها من لحسن أخلاقها، فأخذها معه أخيرا معه إلى أرض كنعان. ووفاة أو زواج إسحاق مع رفكة عزة أو أخذ بخاطر، يعني ساعد إسحاق ليرجع لحياته الطبيعية بعد وفاة أمه سارة. الجزء الأخير، يعني آخر كم آية في التوراة أو في القراءة بكرة، هو غريب شوي، لأنه يتطرق إلى أو يتحدث عن سلالة إسماعيل، الولد الآخر لسيدنا إسحاق، لسيدنا إبراهيم عفوا. ف أقرأ لكم الآيات، يعني في آخر جزء خيسرة، الإصحاح 25 آية 12: وهذه سلالة إسماعيل بن إبراهيم الذي ولدته هاجر المصرية خادمة سارة لإبراهيم. هذه أسماء بني إسماعيل بحسب أسمائهم وسلالتهم: نبايوت، بكر إسماعيل، وقدار، وأدبئيل، ومبسام، ومشمع، ودومة، ومساء، وحدار، وتيمة، وإلى آخره، قائمة طويلة من الأولاد والأحفاد. وطبعا هذه يعني حسب فهمنا للتاريخ، إسماعيل هو الأب للشعوب العربية الموجودة اليوم. فأنا قرأت تفسير حلو لحاخام أوروبي من القرن التاسع عشر، الحاخام مردخاي لاينر، وهو كان من اليهود الحسيديم، يعني كان زي مثل صوفي يهودي
التصوف أو الزهد اليهودي كان كتير شائع في أوروبا الشرقية، في بولندا، في روسيا، في ليتا، في أواخر القرن التاسع عشر أو في القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين. فالحاخام هذا بيفسر أسماء أولاد إسماعيل ويقول، وأترجم لكم كلامه، إنه أولاد إسماعيل كان لهم ميزات خاصة، لأنه كل اسم يدل على موهبة أو على ميزة خاصة للإنسان أخلاقية، والأسماء تدل على أخلاق بني إسماعيل. فمثلا هو بترجم أو بفسر كل اسم، في اسم نبايوت، فهذا بدل على نظافة الجسم، لأنه النبوب يعني خالي، يعني الجسم لازم يظل خالي. وعن العلاقات بين الناس يتكلم مثلا إنه في أسماء مشماع ودوماء ومساء، هذه الأسماء إنه الواحد لازم يسمع ويسكت أو يصمت ويتحمل مسؤولية وإلى آخره. فهذا تفسير حلو، لأنه يشرح لماذا تركز التوراة في آيات عديدة على أسماء، قائمة أسماء لا علاقة لها باليهود أو بشعبنا، ومع ذلك في هناك أهمية، يعني في مجال نتعلم من كل شعوب العالم ونرى خيرا من كل إنسان مهما كانت دينه أو جنسيته أو خلفيته. وهذا مش تفسير جديد، هذا تفسير صار له 200 سنة تقريبا. فهذا شيء حلو حبيت أشارك معكم. إذا في أسئلة بدي أجاوب عليها الآن. أحمد بيسألني: هل ذكر في التوراة عندكم معجزات لسيدنا موسى عليه السلام مثل عصا عندما تحولت إلى أفعى؟ نعم، هذه المعجزة مكتوبة في التوراة. لما قدم موسى إلى سيدنا موسى إلى فرعون، فرعون طلب منه معجزة لكي تثبت إنه عن جد نبي أو مبعوث من الله، فصار العصا صار أفعى. طبعا أكبر معجزة عندنا تتعلق بموسى هو فتح أو تقسيم البحر الأحمر عندما فروا بني إسرائيل من المصريين، من قوم فرعون، فوصلوا إلى البحر والجيش مصر كان وراءهم، انشق البحر وأبناء إسرائيل مرقوا في نص البحر. فهذا هو أكبر معجزة لنا. طبعا كل المعجزات لا تتعلق شخصيا بموسى، ولكن هو قاد شعب إسرائيل في البراهين والمعجزات اللي صارت مع المصريين المذكورة في التوراة، اللي هم 10 ضربات، يعني العقاب اللي عانوا منه المصريين نتيجة عدم رضاهم أو عدم قبولهم إخراج اليهود. طيب خلينا نشوف إذا في سؤال تاني. عشان تغيير الساعة هون للساعة الشتوية، السبت بتبدأ بكير، فما عندي كتير وقت لأسئلة كثيرة اليوم عشان تحضيرات السبت، ولكن إذا في سؤال آخر. لا، ما في. طيب شكرا كثير لمتابعتكم، انتظروا هذا الأسبوع كليب جديد أو فيلم جديد أو حلقة جديدة من مسلسل جارك القريب. هذه الحلقات أنا بحطها على فيسبوك وعلى يوتيوب، فتابعونا واسألوا أسئلة وتعليقات عن المضمون. كل أسبوع هناك موضوع آخر، فأنا أرحب باستفساراتكم وبأسئلتكم مثل دائما.
فشكرا كثير لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.